ما فرحتش كني لكم الفيديو، كنحل لكم معايا. ودابا علاش ما كنجاوبناش؟ انا غادي نجاوبكم بنفس السؤال، بنفس السؤال بنادم دابا كيطرح عليه وكيبدا يقول لك علاش هادوك الانستغرام ايش، والاخرين كيدويو كيبقاو يدويو كيبقاو يهضروا. انا قال لك عافاك ما خليو ليا في الثقه، بقاوش تسبوا الناس، بقاوش تعيطوا ليهم الليل ولا 10 الليل ولا 50 الليل، باسكو انا دابا صافي طلع لي المورا ما بقيتش كنجاوب. كنت كنجاوب في ايام زمان ملي كنت باقا صغيره، كنت في 2005، كنت كنجاوب في 2015 2016 2017 2018 في 2017 تبدل لي الراي ديالي في 2019 2020 2021 2019 2020 2021 تبدل لي الراي ديالي، حيت قلت في راسي ما بقاش نجاوب حتى انا ندير شي حاجه بحال ممثلين، حتى انا ما نبقاش نجاوب الناس، انا ما نبقى نصدع راسي واخا يجاوبني ب 1000 مره، واخا يبقى يجاوبني 2000 مره، يكتب تخرويق داكشي داكشي، ما كنجاوبش. سمحوا لي ما كنجاوبش. وهاد الميساج كندو لكاع الممثلات الجميلات والرائعات، وكنقول لهم مزيان برافو عليكم ما كتجاوبوش، وتا انا برافو عليا، وكنشكر بزاف ديال الناس اللي شكروني، وباي باي عليكم وتشاو.